يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروط يجب أن تتوفر وموانع يجب أن تنتفي حتى نحكم على الشخص بأنه مبتدع كما هو الحال في التكفير، أم نحكم عليه بالابتداع مباشرة؟ يا أخواني، الحكم بالتكفير والتبديع والتفسيق هذا ما يجوز أن ينتشر بين الطلبة وبين الناس والمبتدئين، هذا من شأن العلماء، من شأن العلماء هم اللي يحكمون بهذه الأمور على من تنطبق عليه ويرون المصلحة في تطبيقها. أما المبتدئين والطلاب فالذي ينبغي أنهم يشتغلون بطلب العلم، يشتغلون بطلب العلم ويتركون هالمسائل هذه، لأنهم يدخلون فيها عن جهل، وقد يتهمون بريئاً وقد يزكون متهماً لأن ما عندهم علم ولا عندهم معرفة، فعليهم أنهم يقبلون على طلب العلم ويتركون التكفير والتفسيق والتبديع لأهل العلم. نعم.